بكل شغف ينهم كل حاج ناشر في شرح آلية صناعة الملح وتبيين أهمية محمية طبيعية صارت منشأة صناعية يعمل فيها منذ نصف قرن. يعني قبل 62 كنا نشتغل عمل يعني باليومية، وبعدين محبتي للعمل هذا التحق بالشركة الهندية، تم التأميم في 11 فبراير 1970 المؤسسة العامة للملح بوجب القرار رقم 11، وكنت أنا موجود قبلها بسنوات، واستمريت أعمل مع الشركة الهندية حتى أتى قرار التأميم في 11 فبراير 1970، وبعدين ثبت في هذه المؤسسة حتى تقريبا 94 خرج التقاعد، وتم استدعائي مرة أخرى ليعطي ما عندي من الإمكانيات، وقلت لهم مستعد ورجعت الملح. فالملح هو ملح، منظور الناس يقول لك ملح، ولكنه صناعة متكاملة، هي صناعة متكاملة فيها كل المواد. هكذا يتحلق الجمهور المتوافد على معرض هو الأميز من بين جميع المعارض، معرض عدن الثالث للتنوع الطبيعي والبيئي، وقد احتوى صورا ومجسمات وأعمالا فنية وتختزل ما تكتنزه عدن من كنوز بيئية. كما شارك في المعرض متخصصون يجلون أسرارا طبيعية ما زالت تكتنفها المدينة الساحلية. ولكن للأسف يعني سوء استخدام الأرض، الضرب بالمخطط التوجيهي لعدن الماستر بلان الذي أنجزناه في عام 2005 ودفعنا عليه حوالي $1 مليون أو يزيد، للأسف ضرب بعرض الحائط، والأرض تستخدم لغير أغراضها، ميناء يردم، أرض رطبة تردم، أراضي زراعية تحول إلى 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 إنجرات وإلى مملاح يستقطع. هكذا يعبر مدير المعرض عن خشية من تفاقم الأعمال الإجرامية بحق البيئة في عدن، كما تتفاقم حسرة المدينة من عدم استثمار الإمكانيات السياحية للبيئة المتنوعة في مدينة تدفع ثمن الصراع المستمر على موقعها الاستثنائي ومقدراتها العظيمة. اختيار التنوع الطبيعي والبيئي موضوعا لمعرض عدن الثالث يؤمل أن يلفت الأنظار إلى جانب حيوي في هذه المدينة ما يزال مهملا من قبل السلطات الرسمية والمنظمات المعنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.